بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. ثم أما بعد، أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى: أصوم تطوعا لله. هناك بعدما درسنا شهر رمضان صيامه فرض، أما في غير رمضان فيسمى صيام التطوع أو صيام النوافل. هيا بنا للدرس يا أحباب. هذا تمهيد. يقول عبد الله لأبيه: لماذا أنت صائم اليوم يا أبي؟ فهذا اليوم ليس من أيام رمضان. ومكتوب في الخلفية التقويم أن اليوم الاثنين. ماذا قال له والده؟ قال: إنه يوم الاثنين يا عبد الله، والصيام فيه مستحب. إذن صيام الاثنين مستحب كما يقول أبو عبد الله. مستحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم صامه، والله يحب هذا العمل. فهيا نرى ما في الدرس. تقول مريم: المحور الأول والمعلومة الأولى في الدرس أتعرف على معنى التطوع. قلنا صيام التطوع، لكن ما معنى التطوع؟ التطوع يا أحبابي هو كل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ما لم يكن فرضا ولا واجبا، يعني الصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا ليس تطوعا، هذا فرضا فرضه الله علينا. أما أن تصوم، أما أن تصلي قبل الظهر 4 ركعات أو بعد الظهر ركعتين، فهذا يسمى تطوع. تصلي ركعتين لله تعالى استغفار، تطلب حاجة من الله، هذا كله اسمه تطوع. رمضان فرض، صيامه فرض، أما إذا صمت في غير رمضان فهذا تطوع. هكذا. طيب، وصيام التطوع هو ما يكون في غير رمضان كما تقول مريم. شكرا يا مريم. يدور حوار أيضا بين عبد الله وبين أمه. يقول عبد الله: وأنا اليوم في المسجد بعد صلاة العشاء سأقوم بحملة لجمع تبرعات للمحتاجين في مخيمات اللاجئين في بعض البلاد الإسلامية. تقول له أمه: صيام والدك يوم الاثنين ليس فرضا عليه، ولكن تقربا منه إلى الله تعالى. يعني هو عبد الله يريد أن يتطوع بالمال، لأنه ممكن لا يستطيع الصوم مثلا كما يستطيع والده، فهو يتطوع بشيء آخر. أحسنت يا عبد الله. نعدد بعض مجالات التطوع. أبو عبد الله صام، عبد الله تبرع بالمال. أيضا هناك أعمال تطوع يا أحباب، كما في الصورة، هذه الصدقة تعطيها للفقير، هذه إيش؟ هذه مساعدة المحتاج، هذه صلاة تصلي السنة أو تصلي تطوعا لله كصلاة الضحى وقيام الليل، وهكذا تعطي طعاما للفقراء والمساكين والمحتاجين، كل ذلك تطوعا. فهناك مجالات عديدة يا أحباب، مثل المكتوبة أمامكم والموجودة في الصور، كلها تطوع لله تعالى. المعلومة الثانية، بعدما عرفنا معنى التطوع ومعنى صيام التطوع، نعرف الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الصيام تطوعا. بعدما صمنا رمضان يستحب أن نصوم بعده 6 أيام من شوال، لأن شوال بعد رمضان. طيب، ما الأجر المترتب على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت العام كله. في أيضا باء يومي الاثنين والخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس، والعاشر من شهر محرم، هذا أيضا كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بعاشوراء،
اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من فرعون، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، لأن الحاج في مكة لا يصوم لأنه يقوم بفريضة أداء فريضة الحج، أما نحن في غير مكة نصوم صيام عرفة، وسنرى الأجر المترتب على هذه الأيام يا أحباب. عرفنا أجر صيام يوم 6 من شوال، وهذا أجر صيام الاثنين والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أي أن الملائكة تعرض أعمالك على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أحسنتم يا شباب في الاستماع. إذن الخميس والاثنين يستحب الصيام لأن الأعمال تعرض على الله تعالى. يوم عاشوراء كما قلنا العاشر من محرم، ما جزاء من يصوم يوم عاشوراء؟ صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام عاشوراء يحتسب، يعني أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ويرجو أن يكفر سنة قبله. صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن عاشوراء يكفر سنة قبله، أما يوم عرفة من يصوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. عرفنا الأيام المستحب فيها الصيام يا أحباب، نعرف الآن صيام التطوع، الفرق بين صيام التطوع وصيام رمضان. صيام التطوع سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما صيام رمضان فهو فرض من الله تعالى. صيام التطوع لا يحتاج إلى نية، قد تقوم في الصباح فلا تجد طعاما وتتذكر أن اليوم الاثنين ولم تكن على نية بالليل فتنوي في الصباح، يجوز. أما صيام رمضان يحتاج إلى نية قبل الفجر أو قبل شهر رمضان أيضا. صيام التطوع لا يجب قضاؤه، يعني إذا صمت تطوع وفي النهار أفطرت لا يجب عليك قضاء هذا اليوم بعد ذلك، إنما لو أفطرت يوم في رمضان فعليك أن تصومه بعد رمضان. أحسنتم يا شباب، هيا نقوم بحل هذه الأسئلة بعدما عرفنا الفرق بين صيام التطوع وصيام رمضان. سنقوم بوصل الإجابة بما يناسبها. سنة عن الرسول، السنة عن الرسول، صيام التطوع سنة ولا صيام رمضان؟ فكر معي أيهما سنة؟ نعم، صيام التطوع هو السنة، أحسنت يا فتى. طب يجب قضاؤه، يعني لو فطرت في هذا اليوم في نهاره يجب أن تقضيه بعد ذلك. هذا يا رمضان ولا صيام التطوع؟ أحسنتم، هذا صيام رمضان. طيب فرض من الله، ما هو الفرض؟ هل رمضان فرض أم صيام التطوع فرض؟ فكر معي. أحسنت، طبعا صيام رمضان هو الفرض وليس صيام التطوع. طب يحتاج إلى نية قبل الفجر، ما الصيام الذي يحتاج إلى نية قبل الفجر، رمضان أم التطوع؟ أحسنت، هذا صيام رمضان يحتاج إلى نية، أما التطوع فلا يحتاج. لا يجب قضاؤه، يعني إذا أفطرت في نهاره لا تقضيه بعد ذلك، هذا صيام التطوع أم صيام رمضان؟ أحسنتم يا شباب، هذا صيام التطوع. طيب لا يحتاج إلى نية، أي صيام لا يحتاج إلى نية، تطوع ولا رمضان؟ أحسنتم يا شباب، هذا صيام التطوع لا يحتاج إلى نية مثل صيام رمضان. أحسنتم يا شباب، انتهى الدرس، تعلمنا من هذا الدرس: أولا صيام التطوع هو كل عبادة تزيد على الفروض والواجبات، ثانيا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، ثالثا نحرص على صيام التطوع حتى ننال الأجر والثواب من الله تعالى ونزيد من رصيد أعمالنا الصالحة يوم القيامة، رابعا صيام التطوع يختلف عن صيام رمضان كما ذكرنا الفرق بينهما وأجبتم على السؤال الخاص بذلك. أسئلة الكتاب، أكمل العبارة الآتية: كل نقط في غير رمضان يعد نقط. طبعا رمضان صوم أو صيام، إذن هو يقول في غير رمضان، إذن كل إيش؟ كل
أيوة أحسنتم، كل صيام في غير رمضان يعد فريضة أم تطوعا؟ يعد، أحسنتم يا شباب، تطوعا. السؤال الثاني، ضع دائرة حول الأيام التي يستحب الصيام فيها. بداية كل شهر يستحب؟ لا، 6 من شوال، أحسنتم، 6 من شوال يستحب الصيام. 6 من ذي القعدة، يوم الجمعة، يوم الاثنين والخميس، هل يستحب الصيام يوم الاثنين والخميس؟ نعم، أحسنتم يا شباب، يستحب الصيام يوم الاثنين والخميس. يوم العيد، لا، هذا محرم صيام يوم العيد يا أولاد. يوم عرفة، أحسنتم، يوم عرفة، جميل، يوم عرفة يستحب الصيام فيه. العاشر من محرم، وما قلنا يسمى عاشوراء، هذا أيضا سنة الصيام فيه. أحسنتم يا شباب، بارك الله فيكم، ممتاز. أكمل العبارة بالحكم الصحيح، جائز أو غير جائز. صام أحمد يوم الاثنين دون أن ينوي بالليل، صيام تطوع ولم ينوي بالليل، صيامه صحيح ولا باطل؟ أحسنتم، صيامه جائز، جائز أو غير جائز، فصيامه جائز. أفطر خالد في رمضان لأنه كان مريضا، هل المريض عذر من أعذار الإفطار في رمضان كما رأينا في الصور؟ من يجيب؟ أحسنتم يا شباب، نعم جائز، لأنه عذر من أعذار الإفطار في رمضان. عادت فاطمة من المدرسة دون أن تتناول أي طعام ونوت الصيام تطوعا، هذا في غير رمضان، رجعت من المدرسة فتذكرت أن هذا اليوم الاثنين فقالت أصومه، صيامها جائز أم غير جائز؟ أحسنتم يا شباب، الصيام جائز لأنه تطوع. صامت منال في رمضان دون نية، طبعا دون نية في رمضان هذا صيام غير جائز، لا بد من النية يا منال. أحسنتم يا شباب، جميل، بارك الله فيكم. انتهى الدرس، درس صيام التطوع، الأجر العظيم، وعرفنا أن هناك أيام يستحب فيها الصيام. نسأل الله أن يعيننا على الصيام وأن يجعلنا من أهل الصيام. شكرا أحبابي، وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.